تدهشيني دايما ومتعود عليكي سنين. بس طيب هنعمل ايه في حياتنا بقى؟ يعني اللي جاي هنعمل فيه ايه؟ انا رايي زي ما قلت لك النهارده، انا نفسي ترمي نفسك في حضن جمهورك، هو ده الحضن اللي هيستوعبك. هو ده بالظبط اللي انت قلته، وده بالظبط اللي انا حسيته. وفعلا جمهوري هو الحضن الامان والمضمون في الدنيا دي. وانا بقول لاي انسان في الدنيا ما يعتمدش على الاخر، يعتمد على نفسه فقط. مهما زاد معزته او حبه في قلب اي انسان، لا ابني يعتمد على امه ولا امه تعتمد على ابنها، ولا ست تعتمد على جوزها ولا جوزها يعتمد عليها. فاهم قصدي؟ انا الشخص ده، انا حسيت ان فعلا ما فيش حد يهرش لي ظهري غير صوابع ايدي انا، فمش هعتمد على حد تاني. شيرين، هو الحب بهدلة؟ يس، خلاني أندلة. لازم تعملي أغنية اسمها الحب بهدلة على فكرة. الحب بهدلة تا 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 خلاني أندلة. اسماعيل ياسين. طيب